كيف وشني وشني اللغات التي تتقنها، وكيفاش كانت علاقتك مع هذه اللغات، كيفاش بديت مع اللغات هذول؟ نعم نعم نعم. تفضل. اولا الفرنسيه حتى القسم النهائي هاي عندي، تروازيام دونسونيمون جينيرال كامله في المديه، 3 سنين بعد الشهاده لو سيرتيفيكا ديتود، رحت 3 سنوات في المديه الكوليج دونسونيمون جينيرال بالفرنسي. ثم نهار اللي رحت للاقواط لقيت وليدات وما ادراك ما الاقواط، يعني باللغه. وبديت على كل حال كان واحد القسم تاع طيليان بديت معاه، وهي يعني اللغه الطليانيه هذه الايطاليه والفرنسيه، يقول لك لا لانغوا ايطاليانا اي لا لانغوا فرانشيزي سونو سوريلي، هما اخوات، كل ما تلقى بالفرنسيه تلقى بالايطالي. اما في الانجليزيه قعدت 10 سنوات مع لا بروتيكسيون المحافظه البريطانيه اللي كانت هنا، يعني تصرف على الاولاد وتصرف على كذا، ومن بعد دخلتهم بعد داروا لي هما عاد يعاونوا فيا، وكي نقلط في اللهجه يوروها لي وكيما كذا. وعدت نكتب الانجليزيه لازم يكتبها الانسان كتابه ويقراها يعني قراءه، ويلهج هي يعني يلهج هي، خرجت منها معطى منها. ودرت على كل حال لي كور بار كورسبوندونس ونجحت فيها، والايطاليه جاتني كلمه قا 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 يعني ثم في كانت واحد لا كومباني يقولها لان سيوزا في الاقواط، ومن بعد داروني ترجمان من ليكيب هذيك نتاع، وكان المعهد هذاك اللي نقراو فيه، وكان يعني على كل حال الاخبار لونتربريز نتاع الطليان يعني قام سامينا 3 سنوات واجب تروحي فيها غيرها. والايطاليه هذه سهله يعني، فيها يعني جمل المفردات وجمل يعني على كل حال الجمل يعني على كل حال النحويه كيما الفرنسويه. والانجليزيه من بعد عدت خلاص، وحتى درت مذكرات، والمذكرات هذيك كل مذكره نديرها ديرها باللغه نتاعها، مذكره نديرها بالفرنسيه وبالعربيه ونزيد لها لغه اخرى اجنبيه كيما بو مدين. درك نوريك بان هنا بو مدين درت له بالانجليزيه، يا الله اي هذيك ال سمعت سيرتيفيكات دو كونفيرميتي اي كابيني ميديكال من الوزاره، تكريم من وزاره الصحه لفتح عياده طبيه للعلاج، وما بيت نفتح ما فتحتهاش هذا قياس العياده وبعثوا والماتريال روح نعطوك ونعطوا لك ذيك ونعطوا لك ذيك، ولكن صفيت العين شربت منها ماهوش من الخواص. الحمد لله لا لا تنفع ناس كي تفتحها ماشي اي راني عارف يعني عارف تقول العلمي ولا تقول تبغى واحد اخر كيف هاي اولا الاقداميه والله اي هنايا انا مش كبير كي راسي الله يبارك الاقداميه والحمد لله الدور دونس ما يشربش الدواء ما نكتبها ولا باش هنايا. على كل حال سيبو مدين الله يرحمه رحمة الله الواسعة دير مذكرة على حياته يعني، وعلى كل حال والذكرى السنوية دائما نكتبها، هذه الذكرى نتاع 36 لوفاة القائد المجاهد الرئيس سمعت الرئيس يعني سيبو مدين الله يرحمه. نعم هنا يا سيدي على كل حال احنا واش نقول نبداو من الباسبور. ايروس بومادين، بريزيدنت هواري سي بومادين ابستراكت